هي دي اول تجربه انتاج ليا فعلا حقيقيه. طبعا اي حد بينتج بيبقى حاطط ايده على قلبه وبيقول يا رب ان الموضوع يوصل للناس كويس، ان الناس تشوفه. اهم حاجه عندي ان الناس تقول في فيلم حلو اتعمل. موضوع الايرادات ده بتاع ربنا، كله على الله. يعني في الاخر ما حدش يقدر يحسمها ولا حد يقدر يحسبها. يعني ما فيش منتج بينتج فيلم وعارف هيجيب كام. يعني سامح حسين ممثل كويس جدا، ممثل شاطر جدا، لسه ما خدش حقه، لسه عنده كتير. هتتفرجوا عليه في شكل مختلف، في موضوع مختلف، باذن الله يعجبكم. اكيد طبعا في صعوبات كتير لان الفيلم مراحله كتيره قوي، من اول فكره لحد ما بيطلع على الشاشه، فاكيد قابلتني حاجات كتير قوي.